لا تتوقف الاحتجاجات في تونس إلا لتبدأ من جديد في العاصمة وفي ضواحيها وحتى في الجهات. منسوب الاحتقان والغضب يرتفع ضد الحكومة والائتلاف الحزبي الداعم لها بقيادة حركة النهضة. ومع احتدام الاحتجاجات توجه أعضاء من الحكومة للبرلمان للتشخيص واقتراح الحلول. احنا لا رينا تشخيص صحيح سليم ولا رينا حلول بطبيعة الحال. إذا كان التشخيص ماهوش سليم لا يمكن أن تكون هناك حلول، وإن كانت فلن تكون حلول سليمة. لماذا؟ لأن اليوم عايشين على واقع أحداث كبيرة برشا في تونس ولا زالت. يتكلم وزير الدفاع تحت قبة البرلمان مبررا موقف الحكومة ويضطر للاعتذار وسحب كلمته التي أثارت غضب النواب، ولكن للحكومة تفسير آخر لما يحدث. الديمقراطية هذه بعد 10 سنوات كما قلت أصابها نوع من ساتوراسيون من الإنهاك، وعلينا أن نقيم ونقوم بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ما تحققش فيها منجز كما تحقق في المجال الديمقراطي، ولكننا نعتقد أن الديمقراطية والحريات هي الطريق الأمثل لتحقيق النهوض الاجتماعي. تقييم وإصلاح يأتي بعد إجراء تعديل حكومي أربك الخط السياسي ما قبل إجراء الحوار الوطني، حوار قد تعصف به الاحتجاجات بخطيه الاقتصادي والاجتماعي. هذه العناصر المتعلقة بالمجال الاجتماعي أو الملف الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يتم تعديلها وفق البوصلة الحالية ووفق ما رأيناه في الفترة الأخيرة من احتجاجات اجتماعية، لأنه يعني حجم الملف الاجتماعي اتضح أنه حجم كبير جدا مقارنة مع الأرقام الأخيرة التي تم إصدارها بشكل رسمي. يحذر المتابعون للشأن التونسي من إمكانية انفلات الوضع في ظل الاقتصار على المعالجة الأمنية للاحتجاجات وعدم إيجاد حلول ناجعة للأزمة في البلاد. بين غياب التشخيص وعدم وضوح الرؤية كشفت الاحتجاجات الأخيرة ارتباك الأحزاب وتخبط الحكومة في التعاطي مع الأحداث الدائرة في البلاد وإيجاد حلول لها. وليد عبدالله، العربية، تونس.